في الساعات الأخيرة انتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور لمقابر جديدة فاخرة طرحتها إحدى الشركات العقارية الكبرى، وصل سعر القبر فيها 1.5 مليون وقبل للزيادة كمان. المقابر دي هتكون في كومباوند متكامل الخدمات، فيا ترى حكاية المقابر دي أماكنها فين في مصر ومين اللي ممكن يشتريها؟ بانكير، نبض البنوك. مجموعة طلعت مصطفى طرحت مؤخراً مقابر البستان اللي بتقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة. المقابر هيكون ليها مدخل من الجزء الجنوبي من مدينة مدينتي، مساحة القبر هتوصل ل 40 متر وسعره حوالي 1.5 مليون وقابل للزيادة بأنظمة تقسيط حتى 12 شهر. تتمتع المقابر بخدمات خاصة متكاملة من مسجد ودار مناسبات وجراج ومنطقة خدمات ومبنى إدارة، بالإضافة كمان صيانة دايمة وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر. مساحة الحوش هتكون في حدود 40 متر بإجمالي 10 عيون بنظام اللحود المتعارف عليه، هيكون من 8 عيون 4 للنساء و4 للرجال، وبيسلم الحوش كامل التشطيب وتشطيب خارجي من الرخام. وهتقدم الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش، وهيتم عمل خصم على ثمن الوحدة علشان توصل ل1.436 مليون جنيه بدلاً من 1.5 مليون، أو نظام تقسيط من خلال دفع مقدم حجز قيمته 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 ألف جنيه على 12 شهر، أو كل 3 شهور 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط السداد خلال السنة. هيتم تسليم الأحواش خلال سنتين من التعاقد مش قبل كده، ومتوقع وفقا للشركة أن الأسعار ممكن تزيد 3% خلال الفترة اللي جاية. ولحد دلوقتي تم طرح 500 حوش، اتباع منهم حوالي 430 حوش لحد يوم الخميس اللي فات، وخلال أيام هيتم طرح مجموعة جديدة من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول. الشركة هتطرح كمان مرحلة جديدة بعد انتهاء المرحلتين الأولى والتانية، ودي هتكون أقل سعر وأقل تميز من الطرحين الأول والتاني. سعرها هيكون 1.446 مليون جنيه بمقدم 239 ألف جنيه، والباقي هيتقسط على دفعتين على سنتين. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.